الواحد مش عارف فيه ايه. كل يوم حادثة حادثة، استرها معانا بس يا رب، يا رب استر يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، شوف إيه ده؟ حادثة يا عم، أنت يا عم خمر، يا بواب العمارة يا زفت، أنت يا عم خمر. أيوه أيوه أيوه، أنا جاي أهو، جاي 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 جاي. بس ما تقولش، أنا أقول لك في حادثة صح؟ وعرفت منين؟ بهانة مراتي قالت لي صباح الخير، هي تقول صباح الخير تقوم حوادث. يا مخيمر! أيوة يا بهانة. أنت فين يا مخيمر؟ أنا قدام باب العمارة يا بهانة. أنت فين؟ صباح الخير يا مخيمر. ما تقوليش صباح الخير، العربيتين دخلوا ببعضها، ينزلوا تحت الأرض، اسكتي. أمال أقول لك إيه؟ صباح الزفت والطين على دماغك. ما تقوليش أي حاجة فيها تحية. أقول لك صباح النور. أربع حالات تسمم واتنين لوز. أمال أقول لك إيه طه؟ اسكتي، ما تقوليش اصحي الصبح وقولي هه. أقول لك إيه؟ هه. طب افرض نايم وعايزة أصحيه. صحيني. هه هه. ماشي. إنما بتفتح حنكك بيحصل حوادث. يوه، هو كل يوم في نفس المكان ده حادثة؟ معلش معلش يا أهل الشارع، ما حدش يعمل في المكان ده حادثة بكرة. إيه رأيك بكرة نعمل حادثة هنا ولا نعملها هنا وننزل بورك حائط مع فاصة شيء كده؟ هتتريق عليا يا مخمر. ما أنت يعني اللي معصبك في مكان الحادثة؟ أنا أقول لك الحادثة دي مش عربيتين خبطوا في بعضيهم؟ يعني في ناس اتعوروا، هيقولوا لك شيل الناس دول وحطهم في مدخل العماره صح؟ صح. والناس دي دمها هيسيح على الارض، واللي طالع واللي نازل يحطه يده كده اهو في الدم ويعمل لي كده اهو في الحيطه، وانا انضف في الارض وانضف في الحيطه. يحط يده في الدم ويعمل كده اهو في الحيطه؟ ايوه. ما يكتبوا بقى حج مبرور وذنب مغفور. دي حادثه مش رحله عمره. دي حادثه. ايوه حادثة، يعني عربيتين خبطوا ببعض مش عايزاغزغوا بعض. أصل أنا بحب منظر الدم قوي. أنت سفاح؟ لا أنا حشاش. بص يا هشام، حادثة دي بتتقال بتكشيري. طب استنى كده أجربها تاني، استنى كده. دي حادثة. أنت كده عامل حادثة يا هشام. إهدى كده وش... في بص بص العربيتين عاملين إزاي وإيه الشغلة ماشية إزاي؟ يا تسرع يا تسرع، إيه الشارع هيخلص؟ هي دي سرعة يا هشام، شفتنيش أنت حدانا في البلد، كنت أسوق الداموسة أقعد أخمس بيها أخمس بيها لحد ما تنزل زبدة. أيام والله شجاعة. والله العظيم ثلاثة وربك اللي خلقك، إحنا المفروض نسيبهم كده في العربيات لحد ما يتعجنوا. يا مخيمر إيه؟ تعالى يا عم بسرعة على الحي الست. يا ألف سلامة. الست عمالة تنازع، يلا بسرعة. يا رب بالراحة عليها يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة بالراحة بالراحة. استر يا رب. يا رب ارزقنا كل يوم حادثة. مش قادرة. أنا اللي مش قادر. يا مؤاخذة، إيه الانفلات الأمني اللي أنت فيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أعوذ بالله من الخمس الخبائث. أعوذ بالله من الخمس، أنت داخلة حمام. ما هو أصل ده مش وش خالص. أنت ما شفتنيش قبل الحادثة، كنت شبه أحمد عز والله. إيه بس الخضة بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخة، ربنا يسامحك. صحتيني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبنت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخونوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كذاب قوي، فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع، بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش عارف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادي يلا، في مكان هتعرف تعدي منه، في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس بس تعالى يا ست هاني، اللهم صل على جمالك يا نبي. ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه،
انت كل ما تشوفني واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحليوه اتجوزك انت؟ اني داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع عيش، كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمر. مش هتلم. اتلم يا مخيمر بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا ولا ولا. هجوم يا سيد، هجوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، هجوم يا سيد، سيد. هو مين سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها؟ مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنتي؟ لا دي حادثه بعيد عنيكي. وبعيد عني لينا تحت منا ايه؟ نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال لي انا دايما بدعي له. لا يا ست فاكيها دي حادثه من بره الشارع، والست ده هي اللي عاملاها. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثه؟ ايوه دي فورتيكا. جري يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزه وحلوه وطعمه، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني انحتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظره عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماتي؟ كان زماني مربوه بقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه؟ جابليني في جنينه الحيوانات الساعه 6. يعني يما تديني ميعاد، تديني ميعاد في بيت اهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لان جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوه هتقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لي جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا، بنت صاحب العماره، بس سبحان الله، ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمل البراعه الصراحه. والمصحف معاه ده وكل اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لارفع عليكم 2 اباتريلا وادغدغ الشارع. فين عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه؟ فريش وورنج موز ده؟ يا عامله حادثه عند فرغلي؟ انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده؟ ايه بقى؟ المورنج جوز ده ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوبايه. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقه عمل عجينه البيتزا؟ الاولاد عندي بيحبوها. مؤاخذة شيف شربين، أنا آسف معلش، لو سمحت، هو طريقة لف الكروم بنفس طريقة لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش معلش تتهانم، أهل الحارة بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا جماعة عمار، ما حد يروح يجيب حاجة ساقعة من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده روح هات الكرسي اللي عنديهم ده. هو أستاذ عبده احترمي نفسك، انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن، انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني شايفاني التهذيب؟ عمال يقول لك مرات زيف تسكتي، خليتي بورصي يتريق علينا. ماشي. عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا دي عبده من على الكرسي لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للاشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك، انت بقال هات الكرسي بس ثواني. فيه ايه؟ يلا يا غور من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا.
لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفرق؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقة. شفت يا استاذ، انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع، مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي، بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل. يا اهبل يا اهبل يا راجل، يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه، ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعة الزعيم مصطفى كامل؟ اه، اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي. كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ اه. كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه، وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه. يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارين الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه، وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوش؟ لا. ما يستاهلوش. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مش يا استاذه، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخله شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذه الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكلة دي؟ حرية شخصية. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشحف مقصدي، اقسم بالله والله العظيم مقصدي. أنا بس بفهمها ومشحف إن هو وان واي، اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع. ما تجيبي بوسة يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي أهلك على الموبايل. أيوه أنا عايزة أكلم مامي وبابي، يعني عايزة أقول لهم اللي حصل في الحادثة، بس أنا عايزة الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ شوفيه فين؟ فين؟ مش لاقية الموبايل. إيه مش لاقية الموبايل؟ ليكون السرق. موبايل السرق. موبايل بتاعه اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا عالم ما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو، بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. اه ده متسجل انا. اه انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك اتسرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس بس بس، الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. اه احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا يا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازما كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثة واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست انتي، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انتي مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت؟ شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده، احترم نفسك يا ولد، انتي مربى واب. اقسم برب العزة وعز الجليل الله، في نص ساعة لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي 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 بجد، إيه انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي او في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عسل. اقول لك نكته، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مزمزل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. قال لك قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. سبعة الصبح مروحة؟ سبعة الصبح يا علي انت بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحة سبعة الصبح تبقى اكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف العظيم. بس 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 بس، لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هاني، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزقة قوي. ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه؟ ناقص حتة. تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقة بخمسة جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقة بأربعة جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقة بخمسة جنيه. طب عليا أنا بثلاثة جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى، اديها بخمسة جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان، خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلمي امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. مش حافظه رقم امك انا عشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي ام هناء، عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني تعالي. يا سيدي تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاها على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هانم، حد يسجل رقم امه على الموبايل؟
مهدومة. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت مطلع عينين عليه من الصبح؟ عمر ياما. ايوه يا دو، هو ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللو؟ ايوه اسمك اللو. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ اه التك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيرة؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفروليه صغيرة. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد اللذين، عاملينها صغيرة عشان الزحمة؟ طبعا. عمار ياما. اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حما يا محمد خو. فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا، ما احنا نقول يا احمى وفي الدلة فلع على الغيطة اشوف اكل عيش. يا سلام. اه. امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا، ما انت عشان قريب مني، انت عارف انت لو بعيد شوية هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط؟ واهبل وهتتلف بالجسمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا، بدل مقلبك زعاف. انت بتمسك شعري؟ امسك شعري. ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان، هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد. تعال تعال يا اسطى دباني، تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال. استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا. يلا انا مكتوب لي الشقة معاك يا حبيبي. يلا يلا. خبرت في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا اوعى كنت حكت. يا يلا يا حبيبي استنى. يا يلا هات حكت. يا ايه ناقصين تعب احنا وفرهض على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده؟ ما جيت. ايه الطفل السامج ده؟ ايه ده؟ ماشي ماشي. ايه مه 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 معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه؟ ماشي. انت طيب يا دم خيمر انت يا. الله يخليك. طيب والله، بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا. انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها، انما انت شغال ايه؟ سراماطي. جزماجي يعني؟ اه. طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار ياما. عمار يا ايه؟ ياما. لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملها. مش احنا مش وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي. يا الله مش هنقول.
انت اصلا شو رمضي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. بس هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا هشتمه بمزاجي، بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في 5 مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا. احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا ما حدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف. ياك بسرعه. يا دهية ايه ده؟ يلا بينا يا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوش، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش، لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. كنت على قد. تعال هنا يا، تعال. عايز ايه يا عم؟ تعال هنا يا، يلا روح عنده الاسعاف. طب ما تصير بيهم بدل المشوره وغلاوة امك يا يدل في الشارع اللي ورانا يا. متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه، واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه. تعال. نعم. روحي هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ بتعجزيني. طب روحي هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه دلاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخونني؟ مع مين؟ مع مراد. وانت عارف؟ ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا بيه؟ ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ جرح عميق ده عايز شاش وقطن ومخرخروه. ده؟ ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دو. ايه دي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاك تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. يا. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمة. اسمع كلامهم يا فاطمة. لسه هاهم. أيوة. العربية ولعت. حرام عليك، أنا لسه ولد ما تفتحش عيني. طب بقول لك إيه يا فاطمة؟ إيه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له إيه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب أقول لك عيد الحادثة تاني بس آخد دفعة. أنا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. أيوه. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوه. ما طفي معانا الشمع يا فاطمة. أيوه. لسه هاهم في العربية ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك إيه يا بت يا فاطمة؟ أنت دخلت قلبي على فكرة. ثانية واحدة. كده يبقى دخلت الشارع صح. ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجه هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. اقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايده. استاذ محمود انا رحت للاسعاف، قالوا لي مش يلا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطافي.
بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا سيد محمود يا سيد تعال يا مخيمر تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده جاي يعمل حادثة ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثة. ايه ده؟ حادثة؟ اه العربية يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربية انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى 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 معلش. لا حول ولا قوة الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربية تاني. معلش اتصرف تعالى. لا حول ولا قوة لا اله الا الله. انت ولو حبيب تنام حبة انا. ياه طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عارف يا. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيه يا باشا. فيه يا رايق عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. فيه ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلقش انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ انصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى انصب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب ما حدش يهمد. تمام ينعل ابو شكلك في الارض. يا تحدي كلمك يا. انا فاهم الحركات دي. فاهم اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه وهيبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم. من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. آه. ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكتين. حرام عليك جامد قوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش معلش. معلش بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرهدنا. والله يا عم جد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامدة. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه ايه يا بابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع مين اللي كان سايق العربية دي؟ الزفتة دي ازاي؟ معقولة يبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهاردة؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربة يا بنت عشان تعملي حادثة زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعة. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجالة في المنطقة ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهة يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهة وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعة. تعالي يا اختي.
بس تعالى ريح انت يا باشا، تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى 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 في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اهدى. اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع، دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ، عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه دات. الميه جت. المويه جت. احتكم الامر وهستحب هستحب مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح. العربيه يا جدعان، العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس، انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من عالناصية ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. بالله شوف. يا روما يا محمود يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ. صباح وغاشا باشا على كل واحد مستنينا. الولعه والكماشه وتنزل شيش على شاي خمسينا. الزبالة دي فين؟ أيام زمان الواحد كان يقعد يسمع أغاني بالأربع أيام الأغنية. بقول لك إيه، أنا عايز حساب التوك توك، خليني أمشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك إيه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي أهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال تعال تعال.
تعالى. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك؟ حاضر. تعالى عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. هات. ايه ده؟ طب بص، ممكن تبدلها لي بميريت اصفر؟ عايز ميريت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميريت الاصفر. ما انا بدلتها بالمالبور الاحمر. طب وفين فلوس المالبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكان لا، يبقى انا خد خد حقك يا عم، خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميريت اصفر. ايوه صح صح، خد ميريت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبور؟ خد مارلبور. لا هات ميريت. عايز ميريت؟ اه خد ميريت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا، خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي، اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده يا علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي، بس انت مش فاهم حاجه. الف به تجاره محدش يجبي عليك. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله، احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعال انا مسجلها، هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت، تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على أساس إيه؟ مش ده قطر أسيوط؟ آه أنت صعيدي؟ عرفت عشان رايح أسيوط. اركب اركب، هو ده القطر. يلا بينا. طيب. بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله، المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هيئة السكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح الجسم. تاكس. أيوه الجسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده يا اسطى؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوي. حاضر يا باشا. توش الله، المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. الحساب كام يا ابو؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون، خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص، في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه دي؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا بسرعه. يلا. ايه ده، سواق انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام عليك الله. ربنا سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا, يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور، حاسب مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ده حرامي بوصله بنفسي، حرامي. اه
بتضحك على ايه يالا؟ فرحان. فرحان ايه السماجه اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي ايه؟ انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قله ادب وبجاحه منه. يوم يسقف برجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده انا عمال احوش عنه البواني، يدوا بواني وانا صد كده كده. يا عم تحوش ايه؟ تحوش ايه؟ انت كل ما تودي اليد دي يجي فيا انا. ما انت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقه يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجه على الفاضي. يا عم انت اللي من ساعه ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت ان انا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجه. معلش اهدى اهدى اهدى، ما تحطش في اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقه هنا. ده عمل دماغي طبله يا جدع. والله حرام والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه في مطوه ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما كان ونصب عليا وعمل سواد قاطر وعم بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئه النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجه. معلش ما تزعلش، شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اه اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عكس. لا انا ما امشيش عكس يا ابني، انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ اه ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اه اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا؟ تمام حضرتك. يا لهوي يا نهار اسود بالحارة بقى يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. هات خمسة جنيه. امسك يلا. دوس دوس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده؟ انا هفا. لا يا فندم مفيش، عملت حادثة بالعربية دخلت في عربية تانية. اه لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله أرضي؟ سلام 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 يا باشا. أنت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللي هو حامد كشري مساعد وزير الداخلية لشؤون التكاتك العظمى متخلف. أنت حفظتها إزاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا، ده اللي هو حمد كشري ده معروف دقه زياده ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا، انا احل لك الموضوع ثانيه واحده، انت دخلت قلبي على فكره. بقول لك ايه يا واد يا حسام، تعال انت شايف العطله اللي احنا فيها؟ اه الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. صح. فانت روح انده البوليس وبالمره هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح، انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس، انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعه ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا، مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم. يا محمود عايز ايه؟ مش هتصلح شباك الحمام يا محمود. لا لا الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود. سيبيه هما يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجراده اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متاكد ان في حد شايفنا؟ نتاكد. طب بص اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيدي انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكوبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه، انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا. طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم. بقول لك ايه؟ ايه تعالى
هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص سيبك منه، ركز معايا بس، تأكد ان في حد شايفنا؟ معرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص انا عندي الحل، ثانيه واحده اهو كده، يبقى انت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلط. يا ابن اللذينه، يبقى انت اللي بدلت اليافطه المره الاولانيه. لا ده اخويا التوم مش انا. اخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، انا حليت لك الموضوع اهو، انا هطلع اشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام يا اخويا. اتفضل. انا كنت عارف ان انا صح والله العظيم، عمري ما غلط ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ انا في شارع الحكومه. يعني اتقابل صدفه بعد سنه ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفه ايه؟ احنا متقابلين في النادي. احنا متقابلين في حادثه. برضه عصبي؟ اه عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. لا هتاخد ايه وانا كم وليه، ده العشق لو من قلب طالع، العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. صح تزال ذكريات نشوف الصور والمصطفى رايح بنت حلوه يا علي. يا علي انت ايه بتعمل مافيا عامل فيها احمد الساعه؟ انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت لما تلم نفسك يا بدل منزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم امن من تقعد على جنب، عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعة قيلولة واحنا الظهر ساعة قيلولة. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تناموا؟ انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله. يا جدعان هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكهه؟ انتوا ما بتخافوش منها؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، فاكهه الله يكون في عونك، انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا؟ ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر. ماشي انزل يا حاج. حاضر. يا روما. حرام عليك، مش لاقي مكان جوه الطقطق يا سوسو. رقصها فجره فجره. طب شوف ما بين هيجي لك العوامه. لا ابوس ايديك، انت ظبطت العوامه النهارده؟ ما انت كل مره بتضحك عليا وتبقى موجود انت واصحابك. ما انا بعرفش اعمل حاجه غير انا واصحابي. طب خلي اصحابك بقى ينفعوا. ابوس ايديك سامحيني. طب بقول لك إيه؟ ايه، انا كل ما اجي لك العوامه بحس ان انا دايخه. ايه؟ ونفسي غم عليا. ايه؟ وببقى عايزه ارجع. لو حصل يا واد يا لول هسميه حسن اللول. انا لازم اقتل الجنين ده يا ابني، انا ما بحملش من بطني. تكونش بالبيض. طب امشي. امشي ايه؟ امشي انا النيله. حرام عليك، بوصل التوك توك بتاعي. يا بخيمر يا بخيمر، هات ماير التوك توك. ايوه ايوه عايز ايه؟ هات ماير التوك توك بسرعه. حاضر حاضر. جاي اهو، جاي جاي جاي. ايه 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 عايز ماير التوك توك؟ هو قال لك انا عشطان؟
تاخدش بلحتنا عشان يفطر على السني. هات يا رخم انت هات ميه. امشي. ايه اللي انت جايبه ده؟ صب لي هنا ده توك توك. بس شكرا. بس الف سلام. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يا حمدي. والله قلبي حاسس واقف لك. يلا يا حبيبي انت صغير تسوق بسكليت تسوق سكوتر. انت مالك بالتكاتك يا ولدي؟ لا حسبي الله. بقول لك ايه؟ اكتب على التوك توك ده من ورا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ حاس ايه شرق المتخلفين عقليا ده؟ على الواد ده لازم يتربى النهارده، يعني مش هنستنى لبكرة الظهر مثلا. هدينا نزلنا له النهارده. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا عم علي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا ست سوسو؟ عامل ايه يا عم علي؟ تمام. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. لمؤاخذه يا ست سوسو افتكرناك الاير باك بتاعت العربيه. اخباركوا ايه؟ اهو تمام قاعدين. وياه ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ واكسجين، عامله شعرك اكسجين. هنعمل ايه بقى؟ المهنه اللي انا فيها والله العظيم قمر 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 قمر. ربنا يكرمك. اه والله. انت ما تعرفيش ان القمر سدس حجم الارض؟ لا قمر ايه بقى يا علي؟ دي المجموعه الشمسيه كلها. هنا القاهرة. ينفع كده يا عم علي؟ اه ينفع طبعا ينفع. دي احلى حب في حياتنا يعني يا علي. فاكر يا فاكرة اللي هي الاغنية بتاعت الحب كله حبيته؟ ما هو لازم الحب كله، ما ينفعش حب شوية يعني. والله الست ام كلثوم غنت لك الاغنية دي مخصوص. ايه ده ست ام كلثوم بس؟ انت ما سمعتش الاغنيه اللي شيرين غنتها لي؟ لا. اغنيه ايه؟ انا كتير. انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده. الست سوسو الرقاصه. احب المربى برطمانات. ايه ده حادثه؟ ما هو اليوم المنيل بقى بيبان من العصر. مالك بس متضايقه ليه يا ست سوسو؟ تصدق يا عم علي ما لميتش النهارده غير 30,000 جنيه نقطه بس. 30,000 جنيه نقطه؟ اه. لا ما ست سوسو يعني ربنا مبارك لها في شغلها، دي اكبر رقاصه في الجمهوريه العربيه المتحده. امال ايه؟ ده عارف صافي ناز؟ اه طبعا عارفها. دي الزلزال. جرى ايه يا استاذ؟ انت بتقر ولا ايه؟ ده انا في اليوم مش بقل عن 60-70,000 جنيه. لكن لولاكش بقى طلال بتاع الخليج ما جاش. مين طلال ده؟ ده الزبون، وبسببه النهارده البيوت بتاعتي مش هتاكل. بص عماله تبص لبيوت الناس اللي شغاله معاها. يا اخي بتراعي ربنا في شغلها يا اخي. ده الست سوسو دي قمر قمر. ربنا يخليك يا عم علي. آه. عموما بقى انا مش هشغلكم. ده السنه اللي فاتت بس لوحدها. ها آه؟ السنه اللي فاتت بس حجت 3 مرات. اه حجت 3 مرات في سنة واحدة؟ اه. دي بتعبد ايه دي؟ بص بقى أنا مش هشغلك بمشاكلي بقى خلاص، ماشي أنا هطلع. بقول لك إيه يا أستاذ؟ عايزة إيه؟ ممكن تشيل الشنطة دي؟ يعني أنت شايلة كل الشنط دي؟ والحزينة دي مش قادرة تشيليها؟ أصلها أتقل شنطة. خلاص ماشي اشيلها، بس ماليش دعوه بدول. لا خلاص انا هشيلهم. انا ما فياش كتاف انا. ماشي. انت ساكنه في الدور الكام؟ في الدور الثاني. هنطلع مع بعض؟ اه طبعا. قشطه. يلا. ماشي. هتاخده فوق وتشيله بقيه الشنط. بقول لك يا علي. ايه؟ احنا كده منظرنا بقى وحش قوي يا علي. ايوه ده خد الوليه وطلع واحنا واقفين كده. واحنا واقفين شكلنا مش حلو. احنا نروح نراقبهم؟ عيب. ايوه لازم نراقبهم صحيح. بس نراقبهم بقى من اخر الشارع عشان هم ما يشوفوناش واحنا بنراقبهم. ايوه صح. ولا احنا نشوفهم واحنا بنراقبهم. اه والله انا بحب فيك دماغك البوليسيه دي. كنت في البوليس الحربي؟ اه والله. معانا واسماعيل.
برجية شوارعية كمرجية شوارعية نصابين كمرجية شوارعية نصابين. اي خدمه سمرهم شهيصك في الشارع كله. صباحتك عسل يا بص بقى، عايزك تركز معايا عشان نعمل المصلحه دي ونفلق. يلا خلاص. بص يا عم، في واحده ست هنا عامله حادثه بعربيتها، هقول لها ان انت اجمد سمكري موجود هنا، تقول لها اي كلام عن العربيات، نضرب فلوس ونفلق من مكان. خلاص يا سمره. اولا ما تقوليش يا سمره دي عشان كلمه حريمي حبتين. امال اقول لك ايه؟ سمسم. تاني حاجة، أنا ماليش في السمكرة نهائي. لا، لو قلت أي بقين سمكرة هنتقفش. ما ينفعش، لازم تقول أي حاجة عشان نقفش المصلحة. يا ابني أنا كوافير، ماليش في الجو ده والله، صدقني لو قلت كلمتين هنتفضح. خلاص، أنا جات لي فكرة، إحنا نكلم خدمة العملاء بتاعت السيارات ونقول أكن عربيتنا هي اللي عملت حادثة، هنقول لهم أسئلة، الأجوبة اللي هيقولوها نقولها للست، تفتكرنا سمركرية، نقفش الفلوس ونفلق. يا ابن اللعيب. إيه رأيك؟ خد يا ها تكلمه وتقولي له يا رب سامحني، اغسلني، طهرني، نظفني من كل ذنوبي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. خد رد. الو، هتعرف بيكي؟ سمسمه. سمسمه. لا، سمسمة على طول، مش سمسمة. كم سنة سمسمة؟ 45. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز ولا؟ لا، ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع بيني وبين العربية، يعني لا مؤاخذة عاملة حادثة وأنا عايز أفهم بس منك أصلحها إزاي، بس أنا عايزك تركز معايا عشان أنا بحب العربية دي وبحبها حب جامد شوية يعني. جامد شوية إزاي؟ يعني مثلا بتقعدوا تعيطوا طول الليل أنتوا الاتنين مثلا ولا إيه؟